السلام عليكم. هل كده الجميع شايف الشاشة ولا لا؟ بس قبل ما نبتدي، تمام. السلام عليكم. أنا دكتور محمد الفران، هندسة القاهرة، أستاذ زائر بجامعة نورث كارولاينا في أمريكا، وسعيد اني عضو في بام اريبيا تيم، وده شيء طبعا للفخر. النهارده ان شاء الله من ضمن الجروب اوف سيشنز بتاعت بام اريبيا كسيشنز تعليميه وتثقيفيه ونقاشيه بينا مع بعضينا ان شاء الله. كان من ضمن التوبكس اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو فكره البيم والاي او تي او الانترنت اوف ثينجز أو إنترنت الأشياء زي ما بنسميها، واستخداماتها في إدارة الصيانة والتشغيل للمنشآت. mainly إن شاء الله السيشن هتبقى المقصد منها هو طرح نقاط كتير قوي، هنركزهم إن شاء الله في ثلاثة تكنولوجيز أساسية، طبعا على رأسهم استخدامات البيم مع فكرة الكلاود أبليكيشن أو النظم السحابية، مع فكرة IOT، مع فكرة الـ IPD أو Integrated Project Delivery، وتطبيق كل ده واستخدامه توفيراً للوقت والمجهود والتكلفة بتاع موضوع الـ Facility Management أو إدارة الصيانة. طبعاً بعد يمكن المحاضرة العظيمة اللي كانت الأسبوع اللي فات بتاعة الـ Facility Management، يمكن إحنا هنا بنحاول نضيف بس جزء صغير على كم المعلومات ما شاء الله اللي كان موجود فيها، اللي هي فكرة التطبيق بالنسبة لنا ما بين البم والآي أو تي في الفاسيليتي مانجمنت. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. المقصد فيها والأجندة بتاعتنا اللي هنحاول نتكلم فيها النهاردة إن شاء الله سريعا عشان تكون برضو سيشن خفيفة، سيشنز ان شاء الله العملاقه اللي احنا شفناها وكنا متابعينها الفتره اللي فاتت، هي سريعا هنحاول نعدي هي ايه المشاكل الحاليه اللي موجوده في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، ايه الجديد اللي الناس بدات تتكلم عليه وبدات تطبقه بالفعل، استخدامات اخرى برضو يمكن احنا بنعرض فيها، وده شيء يدعوني للفخر ان انا العضو المنتدب لسيستم أصله أمريكي لكن تم تطوير جزء كبير قوي من الموديولز بتاعته والشغل بتاعه ما بين في الوطن العربي اللي هو السيستم بتاع زي بيلدر، وهنتكلم عليه سريعا. بس هنتكلم الأهم هو تطبيق البم في الفاسيليتي مانجمنت، ازاي الناس بتقدر تطبقه، ودي هنوري حضراتكم ريال كيسز ان شاء الله. تطبيق الاي بي دي او السي ام ام اس او ما يسمى بالكمبيوتر مينتنس مانجمنت سيستم، برضو تطبيقاته في فاسيليتي مانجمنت، ثم الكوميونيكيشن ما بين الاي او تي في اداره الصيانه فيها، وفي النهايه هنبقى بنتكلم ان شاء الله هتبقى في فتره مفتوحه للاسئله على اساس الجميع اكيد طبعا هيبقوا اذا كان في تساؤلات او حاجه نقدر نتكلم فيها مع بعض. تمام. أول حاجة التحديات، طبعاً غالبيتنا عارفين إن اللي بيحصل في أي construction project، في أي مشروع إنشائي، ما بين التخطيط والمتابعة بيخش الاستشاري، بيبتدي يحط التصميمات والمواصفات، بيبتدي يخش موضوع الكونستراكشن فيز نفسها، وما بين الدليفريز ونطلع بيها بالأسبل، ثم في النهاية طبعاً الإدارة النهائية اللي هي بتاعة الصيانة والإدارة، إدارة هذا المشروع في حد ذاته، دي يمكن اللي اتكلمنا فيها في السيشنز بتاعتنا واتكلمنا فيها سابقا في السيشنز برضو بتاعتنا في أريبيا، إن لو فترة المشروع بنتكلم كإنشاءات وكونستراكشن بنتكلم سنة اتنين تلاتة، ففترة الأوبريشن بتاعته بتصل إلى 40 و50 سنة، فده طبعا فترة طويلة جدا. اللي بيحصل بالنسبة لنا ده شكل طبيعي بالنسبه للمراحل بتاعه الكونستراكشن اللي بنتكلم عليها، ويمكن الليجند اللي موجوده هنا اللي هي الكونتريبيوشن او التضامن في مرحله الديزاين
مرحلة الكونستراكشن ومرحلة الأوبريشن على المراحل المختلفة كلها. ويمكن لو هنركز على الأوبريشن فإن الطبيعي بتاعنا دلوقتي إن هي ما بعد الكونستراكشن خلاص عملنا الأسبلت درونز وهو خلافه بدأنا نعمل الهاند أوفر ثم الأوبريشن. طبعا كل نقدر نقول نقاط التقاطع دي معناها إن في هاند أوفر بوينتس ما بين مثلا موضوع الديزاين وموضوع الكونستراكشن، ما بين الكونستراكشن وما بين الاوبريشن وما بين الديزاين نفسه. فكل نقاط التقاطع دي احنا بنعتبرها هوت لاينز للهاند اوفر بتاع المعلومات، اللي هو بمعنى ان الناس الاستشاري بيبتدي يعمل الموضوع الديزاين والسبكس وخلافه، المفروض بيسلمها للجنرال كونتراكتور اللي بيبقى شغال بالسب كونتراكتورز بتوعه، بيبتدوا يشتغلوا عليها، بيحصل كوميونيكيشن ما بينهم وما بين بعض لغايه ما بنوصل للاسبلت على حسب الدسكشنز الموجوده، ثم في الاخر الجنرال كونتراكتور بيسلمها للاوبريتور. كل نقاط التقاطع للمعلومات دي كلها نقاط احنا شايفينها هوت سبوت قوي. ليه؟ لان في النهايه ان حجم البيانات بيبقى كتير قوي، وبيبقى كل مرحله من المراحل بتبقى اصعب من اللي بعدها، فبالتالي في معلومات كتير قوي بتفقد في النص، وفي نفس الوقت كمان ما بنقدرش نوصل للاوبتيمم، وبتاخد مني مجهود من كل مرحله للتاني. ده منظر فعلي لما يتم استلامه. لو احنا حاطين دلوقتي لابسين الهات بتاعة الفاسيليتي مانجمنت، فده اللي بيحصل فعلا ان هو بيستلمه كم خطير جدا من اللوح والدوكيمنتس والمانيوالز وخلافه. ده على المستوى الديجيتال اقصى التمنيات، بيبقى حجم من الفولدرات وحجم من اللوح لا خارق للعاده صراحه. فالناس بتبتدي تستلم كم من المعلومات خطير جدا وغير مرتب وغير مهندم، فبتكون النتيجه طبعا هنشوفها بعد شويه. وبخلاف كمان ان حتى السيستمز اللي موجوده نتيجه ان بنتكلم مثلا في الام اي دي الالكتريكال والفاير فايتنج، كل سيستم فيهم بيبقى سيستم منفصل تماما، بيبقى ما فيش اي علاقه ما بينهم، ودي اللي احنا بنسميها التراديشنال ويز. طيب ده كله بنشوف الوضع الحالي اللي احنا فيه. طيب الناس بدات تفكر فيه ازاي، سواء يعني في الوطن العربي كله، في مصر فيها، وكمان بره الوطن العربي. طبقا للجلوبال كونستراكشن سيرفي ل 2016 وجدوا ان ده اللي بالفعل الناس بدات تشتغل عليه في قطاع الاوبريشن تحديدا، ايه التكنولوجيز المستخدمه واللي فرقت فعلا مع الناس نتيجه استخدامها. فوجدوا فكره البام طبعا اللي هي ان هي فارقه معاهم حتى في مرحله الاوبريشن بشكل كويس، فكره البروجكت انفورميشن انكربشن مع بعضيها، فكرة الكلاود والموبايل تكنولوجي ازاي بنقدر نستخدمها في شكل قوي قوي، ثم في 3D printing والintegrated real time data analytics. ده ادى بالنسبة لنا لان احنا نقدر نحدد يعني ان الاستخدامات لما نيجي نستخدمها النيو ايرا زي ما بنسميها او العهد الحديث في الفاسيليتي المانجمنت لازم يبقى معتمد على اربعه مين تكنولوجي. بم اولا واخيرا، ودي تكنولوجي ما شاء الله دخلت في حاجه 20 سنه دلوقتي، ثم فكره الاي بي دي والسي ام ام اس او الكمبيوترايزد مينتنس مانجمنت سيستم، دي برضو تكنولوجي قديمه بشكل شويه بقى لها 10 15 سنه، ثم الكلاود افكت وهنتكلم عليه سريعا، وهي الاي او تي. فاصبح دلوقتي هو عشان نقدر نوصل فعلا للماكسيمم بيرفورمانس وافشنسي المتاحه واللي احنا بندور عليها كلنا كمهندسين، فلابد من استخدام الاربعه تكنولوجيز دول بشكل او باخر. من هنا بدانا صراحه، طب نتكلم عنهم سريعا وهنخش في تفاصيل كل واحده فيهم، هيبقى ليها سكشن. طبعا البيلدينج انفورميشن موديلنج ستيجز على مدى السنين اللي فاتت، لان هي البام نفسها قدرت توصل كمعلومه ل ان هم يبقى فعلا الليفلز بتاعتهم بدات ب 3D، وادخلنا فيها التايمز، وادخلنا فيها الكوست والانرجي كمان، واخر مرحله البام هي بتقدر توصل لها المعلومه اللي هي الفاسيلتي مانجمنت بكل تفاصيلها. فاذا
الرابط ما بين الفاسيلتي مانجمنت وما بين البم هي علاقة وطيدة جدا، وهي مراحل التطور الطبيعية الاستخدامي للبم على مدى المشروع إلى ما بعد إن أنا بقدر أسلمه. استخدام البم مع الاي بي دي أدى من الشكل اللي احنا لسه كنا نتكلم عليه لتبادل المعلومات ما بين الناس وبعضها للشكل المقترح واللي الناس بدأت تأبديت فيه، اللي هو اللي على اليمين هنا، ان وجود ان الانجينيرز بتوع الفاسيلتي او بتوع الإدارة وصيانة المنشآت لابد من وجودهم من البداية خالص، ومتابعتهم مع الناس بتوع الديزاين والتعاون مع الناس بتوع الكونستراكشن للوصول الى افضل الحلول بالنسبة لنا. فده كله اصبح مخلي الموضوع تماما اصبح ستريم لايند ما بين الثلاث قطاعات، كاستشاري وكجنرال كونتراكتور وكمان كأوبريشن وتشغيل فيما بعد، الى ان نوصل مرحله الهاند اوفر، فساعتها الكونستراكشن بيختفي وبيتبقى دائما الفاسيلتي كاستشاري مع المبنى نفسه والناس بتاعه الاوبريشن فيها. طبعا الفرق اللي احنا شايفينه ده فرق صدقوني كبير قوي، والناس اللي بتشتغل بالذات سواء كجنرال كونتراكتور وبتعمل هاند اوفر للناس اللي بتعمل اوبريشنال وفاسيلتي مانجمنت، او العكس الزملاء والاخوه اللي بيشتغلوا كفاسيلتي مانجمنت وازاي بيقدروا يستلموا حجم المعلومات ده كله. فكر البم مع الاي بي دي او الانتجريتد بروجكت ديليفري اللي كنا سعداء ان احنا عملنا عليه سيشن سريع من حوالي 3 4 اسابيع مع يريد يوردو، أصبح الموضوع فعلا بكل سهولة ويسر والناس ماشية مع بعضيها بالتفاصيل، فما بيبقاش فيه أدنى مشكلة. نقدر نقول إن هي مرحلة زي ما هي باينة عندنا في الرسمة بتاعة البروفيشنال بيز. فكرة الكلاود أعتقد كلنا سمعنا عن الكلمة دي، بس باختصار هو فكرة تعددية اتصال، ان يبقى البيانات عندي متاحة في بابليك كلاود او في برايفت كلاود، مش هي دي النقاط التفصيلية، لكن فكرة ان البيان نفسه احصل كل الاشكال وانا عاملها ابلكيشن على الكلاود ناسه او على الويب او خلافه، فاصبحت ان يبقى فيه زي ما احنا بنعملها طبيعي دلوقتي سواء على جوجل درايف او خلافه، بس يمكن ان هي ادفانسد شويه نعمل البيانات في الاخر. انا بختصرها في معلومات هو سنترلايزنج اوف ذا عامل ازاي. ثم بعد كده فكرة الانترنت والثينك، وهي ببساطة شديدة جدا هي مش فكرة حديثة، وإن كان الابليكيشنز بتاعتها والتطورات اللي تمت فيها الفترة الزملاء والإخوة اللي كانوا شغالين في الالكتروميكانيكال أو ما سمي حديثا بالميجاترونكس، اللي هو فكرة إن أنا عندي بي كنترولر وعندي سنسور وبقدر أحط عليه بي ال سي كنترول وأبعته او ابعته باي كانت وسيله الكوميونيكيشن، اصبح دلوقتي الموضوع لا بقى فيه تطبيقات كتير جدا بفكره الانترنت اوف ثينجز. طيب لو في مشكله في الصوت خلاص ثانيه واحده.
طيب هل كده الصوت أفضل يا إخوانا ولا برضو لسه في تقطيع في الصوت؟ تمام. تمام. آخر 5 دقايق بقى نرجع فيها عشان إنه واضح من الصوت، هنبتديها سريعا من أمكن، يعني من فكرة الـ IPD، لأن كان اللي أنا فهمته إن فيها أسرع. فمن هنا بدأنا المقترحات كلها كانت باستخدام الـ IPD والبم طبعا، وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الاثنين تو تكنولوجيز هما انتجريتد مع بعضيهم ومكملين لبعضهم. ده فرق معانا كتير قوي في حجم البروسيس، وان ازاي ان كل الاعضاء حتى الفاسيلتي مانجمنت انجينير نفسه يبقى هو انفولفد من موضوع الديزاين، الناس بتاعت الكونستراكشن تبقى انفولفد من موضوع الديزاين من البدايه، والاثنين بيتابعوا مع بعضيهم سواء في مراحل ما بين البيدر او البيدنج تكنيك، وما بين الكونستراكشن نفسها، وما بين الكونستراكشن والهاند اوفر والاوبريشن. فده في حد ذاته خلى حجم الكومبلكس كتير. فكره الكلاود، وده سريعا اللي برضو كنا بنتكلم فيها، ان فكره الكلاود باختصار شديد جدا هو سنتراليزنج للداتا كلها بتاعتي تبقى موجوده سواء في برايفت كلاود او في بابليك كلاود، عشان الناس برضو بتتخض او بتخاف تقول لا انا البيانات بتاعتي كلها هتبقى اون ذا بابليك. لا، دلوقتي بقى في حاجه اسمها برايفت كلاود، يعني السيرفر نفسه بكل بياناته يبقى موجود عني، بس لازم يبقى متاح على الانترنت بشكل قوي وبشكل مباشر، وبينزل عليه بعض اللايرز اوف انفورميشن اقدر اتحكم فيها، بس في الاخر اقدر اشوف حجم البيانات دي كلها واقدر اكومنيكيت عليه سواء من الموبايل سواء من الويب ابلكيشن سواء حتى الريفت او ايا كان الديسكتوب ابلكيشن اللي انا بتكلم عليه. ثم بدانا نتكلم سريعا عن فكره الانترنت اوف ثينجز، وهي فكره نصها قديم ونصها حديث. نصها قديم زمايلنا واخواتنا كلهم اللي في الكترونكس وفي الكتروميكانيكال وفي ميجاترونكس، حتى الاقسام الجديده اللي بدات تطلع اعتقد عندنا كلنا. فكرتها كلها ان انا يبقى عندي سنسور واكتويتر، بس بقدر اربطهم. زمان لو بنتكلم الفكر نفسه من 20 30 سنه، اقدر اربطهم سواء بوايرد كوميونيكيشن عن طريق بي بي سي او سكادا او خلافه. دلوقتي الموضوع اتطور شويه وبقى اقدر كوميونيكيته عن طريق الواي فاي او زجبي بروتوكولز او جي اس ام بروتوكولز نفسها او النتورك نفسها، فاصبحت ليها ابلكيشنز كتير قوي، وهنتكلم عليها بالتفصيل ازاي نقدر نستخدم الحاجات دي كلها في الفاسيليتي مانجمنت. سريعا هنتحدث سريعا في 4 5 سلايدز عن هو ايه الزي بيلدر اصلا. زي ما كنت قلت لحضراتكم سريعا، زي بيلدر هو اول بلاتفورم عربي بدأنا نشتغل فيه من حوالي 10 سنين. كانت الفكره كلها ان احنا عايزين، احنا كجروب اوف فاوندرز نقدر نقول اللي هو من دكاترة كليات هندسة من جامعات مختلفة في الوطن العربي وبره الوطن العربي، حبينا يبقى في انتجريتد بلاتفورم مبني على البيم، مبني على الاي بي دي كتكنولوجيز، ويقدر يساعد سواء الاونر بروبرتي او الجنرال كونتراكتور او الكونسلتنت ان هو يدير مشروعه بكفاءه. بيزد على ايه؟ ان فكره ان توفير الوقت والنفقات ورفع كفاءه العاملين بقى مش نوع من انواع الرفاهيه صراحه، نتيجه ان غالبيتنا شايفين سوق الكونستراكشن نفسه عامل ازاي. فكانت الفكره من هنا، حطينا علينا تارجت ان احنا نقدر نطلع بكلاود ابلكيشن يكون متكامل وفيه كل الادارات اللي الناس بتشتغل، ومن هنا ظهرت فكره زي بيلدر تقريبا من 2010. مشكلتنا الحاليه ان في مرحله الانشاءات
او في اثناء الكونستراكشن فيزس نفسها، دي هي كل الادارات اللي احنا بنشتغل معاها طبعا بقى في شركه واحده او في كيان واحد، سواء من البيدنج او اداره التسعير، البلاننج، الاسيت مانجمنت، اداره الوصول، السبلاي تشين بشكل قوي بيبقى ليها دخله، ثم الدي ام اس او اداره المراسلات والدوكيمنت كنترول، البروجكت كنترول ومراقبه المشاريع، ثم إدارة الصيانة والتشغيل، ودي اللي بتستلم كل البيانات بشكل أو بآخر منها. كانت المشكلة واللي أعتقد كلنا أصبحنا معتادين عليها في المشاريع بشكل أو بآخر، إن في حجم كوميونيكيشن كتير قوي ما بينهم وبين بعض، لدرجة إن المشروع نفسه بيختفي ما بين الإدارات وبعضها من حجم الترانزاكشن، واللي هي في الآخر بتعود بينا إلى المرحلة اللي إحنا شفناها، أكوام من اللوح وأكوام من الفيرجنز اللي بتطلع كل شوية، وحجم من الديفيديهات والسيديهات والداتا شير خارق للعادة. من هنا جت طبعا الحجم السابق ده ادى كانت مشاكله المعتاده بالنسبه لنا ايه، طبعا مفيش تواصل معلوماتي ما بين كل الادارات وما بين كل الاطراف اللي موجوده فيها، سواء اونر سواء كونسلتنت سواء جنرال كونتراكتور سواء سب كونتراكتور سواء فيندور حتى بيورد لي الحاجات اللي بشتغل بيها في المشروع، كل واحد شغال بسيبريتد انتيتي تماما، فده كان ادى لمشاكل كتير جدا فيها. طبعا ده زود فكرة برضو الأخطاء البشرية، لو احنا بنتكلم عندي 50 كيان بيشتغلوا في المشروع بنتكلم عليها المشاريع الميجا بروجيكس، كل واحد فيه شغال فيه 100 مهندس أو 50 مهندس، فأنا عندي 250 بني آدم، طبعا المشاريع بتبقى فيها أعداد أكتر من كده، لو كل شخص أخطأ خطأ بشري واحد بدون ما يتراجع عليه فبتصبح الأخطاء البشرية ضخمة جدا، وفي أخطاء فين فعلا ممكن تكلفنا ملايين. ثم زيادة التكلفة للأجهزة الحاسبات والكمبيوترز والآي تي والسيرفرات والكلام ده كله اللي اتحلت فيها، ثم كمان فكرة عدم توفر البيانات المساعدة لاتخاذ القرار. المشكلة دي بالذات أعتقد غالبيتنا سواء اللي اشتغل في التنفيذ أو كبروجكت مانجمنت بشكل أو بآخر أو حتى في مراقبة المشاريع بقى أصبح ده المعتاد جدا بالنسبة لنا، إن أنا تجيلي البيانات متأخرة بتاعة شهر 3 مثلا وأنا في شهر 6، أنا عقبال ما هم هناك بيخلصوا بيقفلوا التايمينج بتاعتها بيبعتوها للإدارات الرئيسية ببتدي أراجعها وأطلع منها البيانات الرئيسية بتاعتها، ثم أبتدي أشوف القرار، بتبقى المشكلة عدت من زمان. ودي نتيجة المشكلتين اللي احنا بنتكلم فيهم، إن مفيش مكان واحد كل الناس بتقدر تتعامل فيه بالبيانات بتاعتها وتدخل الداتا بتاعتها وتراجع الداتا بتاعتها وتسمع في بقية الإدارات أو القطاعات المعنية فيها. ثم برضو آخر حاجة في المشاكل الموجودة التكلفة العالية للتراخيص البرامج أو اللايسنس بتاعتها، إن كلها بالأرقام وبأعداد كبيرة. فمن هنا جت الفكرة صراحة بفكرة إيه؟ بفكرة إن اللي هو ZBuilder، إزاي إن كل الإدارات دي بتجمع وتحط البيانات بتاعتها بشكل كبير قوي في مكان واحد، وأصبح حجم الداتا دي زي ما بيقولوا بيزد على إن هي IPD أو Integrated Project Delivery. يعني إيه؟ يعني كل البيانات أصبحت قطعة بازل بتركب مع اللي جنبها فبتديني معلومة أكبر، بتتجمع مع المعلومة بتاعة التخطيط فتديني معلومة أفضل وأوضح للموضوع. لا، إدارة الاحتياجات أو Supply Chain Management بتبتدي تدخل تقولي أنا عايزة الموردين اللي حطوها عندي هنا والكلام ده كله، فأصبح الموضوع بالنسبة لنا زي بازل of information زي ما بيقولوا، بحيث ان هي في الاخر تتجمع للاونر او البروجكت مانجر، البروجكت مانجر اللي هو يقدر يشوف كل البيانات دي بشكل واضح. طيب الركائز الرئيسيه والمين فاونديشن اللي احنا بنتكلم عليها في سيستم بالشكل ده، طبعا اكيد عدينا عليها، اللي هو فكره الاي بي دي، ان انا بانتجريت كل الادارات وكل القطاعات اللي موجوده وكل الساده المهندسين وكل الستيك هولدرز، حتى الاستشاري وحتى سب كونتراكتور وحتى الفندور في مكان واحد. فكره الكلاود، وان هي تبقى داتا متاحه من اي مكان، مش لا انا موجود في الشركه بس لكن الموقع مقطوع عندي، لا ده انا في الموقع بس مش عارف اكومنيكيت، لان فكره ان الكونستراكشن عندنا طبيعي جدا الادارات المعنيه او
الاونر نفسه او الاستشاري بيبقى تعدد الاماكن اللي احنا بنبقى موجودين فيها. فده طبعا كان لابد من وجود سنترلايز فايل، وما كانش فيه طبعا اكتر مكان مأمون بشكل او باخر وسكيورد برضو بشكل قوي ونقدر نكنترول عليه بشكل كبير عن الكلاود فيها. والبم وهي اللاير الرئيسية اللي طبعا لازم نتكلم عليها وحجمها، ثم التأمين المعلوماتي ان انا اقدر أأمن المعلومات بتاعتي دي كلها بشكل سكيورد. وكان اشهر حاجة في السكيورتي ظهرت الفترة اللي فاتت اللي هي فكرة البلوك تشين سكيورتي، دي اللي الحمد لله احنا داخلين فيها بارتنر مع IBM لتأمين المعلومات بتاعتنا. ثم آخر مرحلة خالص اللي هي فكرة الذكاء الصناعي ودراسة البيانات أو ما يسمى بالداتا مايننج، اللي هو لو كلنا لو حضراتكم شفتوا حجم البيانات اللي اتلم اللي بقى موجود في كل شركة من الشركات اللي شغالين معاهم كاستشاري، حجم البيانات بقى بعدة مئات من الملايين من الترانزاكشن زي ما بيقولوا. بتبقى شطارة كل شركة بالفعل ازاي اقرا البيانات بتاعتي السابقه عشان ابلان عليها اللي جاي، سواء كدراسه او اداره تسعير او تشغيل او تنفيذ او فاسيلتي مانجمنت او خلافه. فكان لابد من اضافه هذه اللاير اللي احنا بنسميها الداتا مايننج او استخدام الذكاء الصناعي، وده بالفعل اللاير بتاعه دكتور واتسون، ودي اشهر لاير للذكاء الصناعي ان احنا بندربه وبنفهمه ويخش معانا عشان يساعد في اتخاذ القرار بالفعل للمشاريع. تمام. طيب سريعا برضو ده شركاء النجاح بتوعنا، وده يمكن احنا سعداء ان احنا احدى افراد التيم القوي لمجموعه شركات حسن علام، وجولدن بارتنر مع شركه زي سياج، وسبق ان احنا تعاوننا وما زلنا بنتعاون مع شركات زي اوراسكوم والسويدي في الوطن العربي، وفي امريكا مع شركات زي اكستريم لودنج، وماسكين معاهم مشاريع في افريقيا. ودي المشاريع الحاليه اللي شغاله بالسيستم بتاع ZBuilder، ابراج العالمين، وزاره الخارجيه، جامعه الملك سلمان، ده جزء بس منها مش كلها عشان مش عايز اصدح حضراتكم عشان نكمل فيها. طيب من هنا بقى بدانا نتكلم في جزء بتاع البم في الفاسيليتي مانجمنت تحديدا ازاي نقدر نستفيد منه. طبعا اضافه البم للفاسيليتي مانجمنت العاديه خالص هي اضافه خارقه للعاده، من اهمها فكره ان انا بضيف مجال كبير جدا زي ما شفناها سابقا لموضوع الكوردينيشن والكولابوريشن ما بين الفاسيليتي مانجمنت تحديدا او مهندسي الصيانه واداره المنشات، وما بين الناس بتوع الديزاين الاستشاريين، وما بين الجنرال كونتراكتور او المقاولين اللي بيشتغلوا فيها، فيجواليزنج للمينتنس اوبريشن نفسها اللي بتتم خلاص المشروع خلص وتسلم او خلافه. هنشوف مدى التعقيد اللي ممكن نوصل له بيها، بس ازاي باستخدام البيم بقى الموضوع اسهل لدرجه ان منظمه زي IFMA المسؤوله عن تجهيز وتصنيع واللايسنسنج وتدريب الساده المهندسين الخاصين بالفاسيلتي مانجمنت نزلت كتاب كامل عن البيم فور فاسيلتي مانجمنت، وده كان انجاز كبير لينا كبيم انجينيرز عموما. طبعا الادخال الناس بتوع فاسيلتي مانجمنت في الديزاين، وان احنا ازاي نقدر فعلا هنشوف ان انا اقدر ريديوس التايم والكوست للعمليه الفاسيلتي كلها. الفكره كلها ان احنا عندنا تو اوبريشن، اوبريشن بتاعه فاسيلتي مانجمنت لوحدها، والبم دي دخلت الزي بيلدر بالنسبه لنا هنا كان لابد ان احنا نجهز الطريق ان انا استقبل كل البيانات اللي جايه لي من البم ايا كان الابلكيشن بتاعها، الشهير مثلا زي الريفت زي بنتلي زي تاكلا، ايا كان، حتى زي الابلكيشنز الاخرى للبم انفورميشن تحديدا، ان انا اقدر استقبلها واعمل لها كلها هاند اوفر وادخلها في المنظومه وابتدي اعمل لها اسيت مانجمنت، واقدر افرق ما بين الاجهزه الاسيتس دي وبعضها، وابتدي اجهز لها فاسيلتي مانجمنت، واجهز لها بقى السايكل الكامله بتاعه الاسيتس دي كلها كبرودكتيف مينتنس وكوركتيف مينتنس اللي هي عمليات الصيانه الوقائيه والصيانه
الفعليه لو في مشكله حصلت لا قدر الله، ثم بقدر اعمل انتجريشن. ولو في مشكله لازم ارجع فيدباك الموضوع للابلكيشن بتاعي اللي انا بشتغل بيه، اقول له محتاجين ريديزاين الموضوع في الجزئيه دي. والسايكل دي في حد ذاتها هي اللي كانت بتبقى فيها مشاكل كتير قوي ومش سهل جدا ادخالها، وان كان في طبعا محاولات كتير وفي ابلكيشنز كتير بدات تحاول الموضوع ده، بس ما كان دايما بنواجه فيها مشاكل اثناء التشغيل. وان كان كنا بنحاول طبعا نستفيد من خبرات الساده المهندسين اللي بيبقوا شغالين فيها فعلا في كفاسيليتي مانجمنت، وده طبعا اللي بيؤدي لنفس الجراف اللي صراحه انا ببقى سعيد بيه جدا ان احنا بنقدر نوصل بيه فعلا الدنيا بتبقى قد ايه سموث. فكره الزي بيلدرز كابلكيشن في فاسيليتي مانجمنت لازم يبقى فيه بعض الخواص اللي احنا متفقين عليها واللي لازم تبقى اقدر اشتغل عليها. فكره ان انا يبقى عندي لايرز او ديسيبلينز مختلفه عشان مش محتاج اشوف تفاصيل مبنى معقد، واعتقد حضراتكم طبعا عارفين قد ايه الدنيا لما بتبقى فيها تفاصيل كتير قوي سواء ستراكشر او اشتاكت او ام اي بي، فلا اقدر افصلهم وفي نفس الوقت اقدر اشوف المنظر العام بشكل كبير، وان كان اقدر اشوفه منفصل. فكرة ان انا لما يبقى عندي البام موديل في حد ذاته قادر اشوف كل الكاتيجوريز، شايف التري ستراكشر بتاعي، عارف انا اسيرش على اليمنت بعينه، عارف انا بجيب بي 3 دي بدون استخدام ابلكيشن، الكلام ده كلاود ودي صور حيه من السيستم، فمش محتاج اجيب سوبر كمبيوتر اشتغل عليه عشان اقدر اعمله، لا ده من الموبايل بتاعي، من التابلت، من الديسكتوب، جهاز عادي خالص او لابتوب بقدر ده اقدر اعمل اشوف مكاني فعلا فيها فين. اقدر لو في عندي ايا كانت المشكله اللي انا شايفها كفاسيليتي اعلم على الاليمنت او الاوبجكت اللي انا ذاته واحط عليه سكرين شوت واكتب الكومنت بتاعي على اساس نبتدي فعلا نتابع ما بين الناس وبعضها. الجزء الاهم وهنا نبتدي بقى في الفاسيليتي مع البم فعلا، هي ربط حجم المعلومات الضخم جدا اللي ما بين البم موديل او البم اليمنتس تحديدا بكل التفاصيل بتاعتها بمنظر زي اللي احنا شايفينه، ان انا اقدر ادخل النوع بتاعه هو كومبريسور ولا شيلر ولا وخلافه، اذا كان دي سيريال نمبر، اذا كان الميك موديل بتاعه ايه، السيريال نمبر بتاعه ايه، المواصفات، كل حجم البيانات دي كلها بتتخزن وبتتخزن على الكلاود سيستم بتاعه. فبالتالي انا ما بقتش محتاج اتقل الريفت فايل اكتر او اتقل البم فايل اكتر ايا كان الاستخدام بتاعي، لان لازم اشير حجم الانفورميشن دي، وبالذات لما يبقى فيه فيندر هو اللي بيورد لي الكلام ده ومعاه الدوكيومنتس بتاعته. نمرة 2 فكرة اللاير فيجواليزيشن تحديدا، وان انا اقدر في اي وقت وفي اي فيو من الفيوز بتاعي اللي انا بقدر اشتغل عليه ان انا اشوف اللاير بتاعة البايبنج، اشوف اللاير بتاعة الفاير فايتنج. تمام كده لغاية دلوقتي ولا صوت بيقطع في حاجة؟ لا يا دكتور الصوت تمام. الصوت تمام يا دكتور. طبعا من اشهر الاستخدامات اللي موجوده بتطبيقات البيم تحديدا مع الفاسيليتي مانجمنت هي تطبيقات الاي ار والفي ار، ويمكن احاول عشان نقدر نشوف حاجة بس كده. طبعاً ده ابلكيشن لتطبيقات الاي ار باستخدام البم والفاسيليتي مانجمنت.
هل حضراتكم شايفين الفيديو الأول ولا مش شايفينه؟ تمام. وهنا ده مبنى بجد باستخدام الهولو لينس بتاع مايكروسوفت، وإن إحنا ركبنا البيم موديل على الأوجمانتد رياليتي اللي موجود هنا، فأصبح الإنجينير مش محتاج يكشف على المبنى أو يشوفه، لأ ده هو خلاص أصبح هو شايفه فعلا فيرشوال باستخدام البيم موديل اللي تم بنائه وتم تعديله از الاسبلت بتاعنا، بقى قادر يمشي فيه. فده مش فيرتشوال رياليتي، ده هو فكره الاوجمانتد رياليتي، ان انا بقدر اركب ال 3 دي موديل على الحقيقه بالنسبه لنا وبقدر افاسيليتيت عليها. تمام. طبعا في استخدام اخر وده شهير شويه، اشهر شويه من الاوجمانتد رياليتي عموما، واللي هو استخدام الـ VR، ان انا اقدر فعلا اقارن الالمنتس كلها واقدر اتفرج عليها واشوف السبيسنج بتاعها زي ما بيقولوا ماشي ازاي. كل ده باستخدام نفس البيم موديل اللي احنا طلعنا بيه، بس طبعا بيبقى ليفل اوف ديتيل مينيمم 450 500 عشان نقدر نوصل بيه لفكر الفاسيليتي مانجمنت بهذه التفاصيل. ده كله فقط لا غير هو افاده القطاع بتاع الفاسيليتي مانجمنت واداره الصيانه باستخدام البيم فقط، مع جزء من الاي بي دي، وده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل. ان اصبح الموضوع خلاص انا مش محتاج يبقى عندي حجم من البيانات كتير قوي، حجم من الداتا كتير قوي، حجم من نقدر نقول الورقيات فيها كتير. اصبح الموضوع بالنسبه لي في اي وقت زي ما احنا كنا لسه شايفينها دلوقتي، انا عايز اقدر افتح البيم موديل بتاعي، اصبح بالنسبه لي المعلومات بس مش جيومتري فقط لا غير، ده انا اقدر اجيب هو مين اللي ورده ونوعه ايه وايه الماركه بتاعته وتورد امتى وايه التفاصيل بتاع حتى سنه الصنع اقدر اجيبها بتاعه الاليمنتس. والمعلومات دي مش بيتم ادخالها يدويا خالص، هي بيتم نتيجه ادخال الاي بي دي، هو مين اللي ورده ورده بامر توريد رقم كام سنه كام وايه الدوكيومنتس اللي هو الدهاني كفاسيليتي. اصبح كل البروسيسز دي حرام ان انا اقول ان هي بالفعل تبقى موجوده في سيستم واحد، لا ده سوري في ديسكتوب ابلكيشن او في ابلكيشن بتاع الموديلنج، لا ده كان لابد من اجراء اعلى شويه منها، يبقى سيستم هو اللي بيقدر يستقبل الحاجات دي كلها مع بعض. فمن هنا اصبح فعلا الـ نقدر نقول النيو او نكست جينيريشن اوف فاسيليتي مانجمنت باستخدام البيم، هو افكار كلها زي الاي ار، ان اصبح مهندس الصيانه مش محتاج اكتر من ان هو بيلبس النظاره بتاعته، هي بتديتكت الجي بي اس والبوزيشن بتاعه وهو في انهي دور في انهي اريا في انهي زون وخلافه، فبيبتدي يخش ببساطه شديده جدا شايف كل الانفراستراكشر بتاعته بالبايبنج والكلام ده كله بدون ما يكسر ولا ده، ويبتدي يقدر يحدد المشاكل بتاعتها. واستخدامات الفي ار طبعا حدث ولا حرج، ان اصبح بالنسبه لي حتى البريباريشن والبلاننج بتاع الكوركتيف والبريدكتيف بلانز مش محتاج ان انا انزل للموقع نفسه، لا ده انا بقيت جوه الموقع بتفاصيله المعقده اللي زي الفيديو اللي احنا شفناه ده، فبالتالي اصبح الموضوع افضل مئات الالاف من المرات بالنسبه لاخواننا المهندسين بتوع الصيانه والزملاء، بس باستخدام البم واستخدام الاي بي دي. طيب هنعدي سريعا برضو على الترمينولوجيز الثانيه او التكنولوجيز الثانيه اللي اسمها سي ام ام اس او اي بي دي سي ام ام اس، واللي زي ما كنت بقول لحضراتكم فكرتها كلها او اختصارها هي كمبيوتر مينتنس مانجمنت سيستم، بس اضفنا عليها فكره الاي بي دي لان المينتنس عموما هنشوفها دلوقتي هي بتندرج في ايه؟ بتندرج في ان انا بقدر الست الاكويبمنتس اللي عندي وادرها مين اللي دخل مين اللي خرج، اقدر احط لها البلانز بتاعتها وخطط الصيانه خطط التشغيل الكي بي ايز والداشبوردز بتاعتها فقط غير، فده الجنرال فانكشنز بتاعت سي ام ام اس. لكن لما بنيجي نتكلم اضافه الاي بي دي ليها او الانتجريتد بروجكت ديليفري عليها، لا ده هي بتربط بليفل مختلف تماما، لان يبقى خلاص هو ربط بسبلاي تشين فيرجن، هو ربط
الدوكيمنت مانجمنت كلها والمراسلات اللي ما بين الناس وبعضها، سواء اثناء مرحله الكونستراكشن او اثناء مرحله الهاند اوفر او اثناء مرحله الاوبريشن العاديه. ده بعض من الاجراءات، ان انا بقدر اتريس ايه عمليات التشغيل، ايه عمليات الصيانه، اقدر اعمل لها سكادولينج واكسترنال ورك ريكوست لو في سب كونتراكتور لعمليات الصيانه عندي، الاودت والسيرتيفيكيشن اللي موجوده فيها. ومن هنا بقينا بنهايلايت بعض الادارات اللي هنتناوب عليها والتشغيل بتاعها فيها، زي اداره المراسلات والاحتياجات وحصول المعدات للتعاون مع الصيانه والتشغيل فقط عن طريق السيستم اللي اوريدي دخل عليه بيانات المشروع كلها، والاستفاده بقت متاحه للمشروع نفسه حتى ما بعد ان انا انهيت انشاء المشروع وبدات مرحله التشغيل بالنسبه له. طبعا الوظائف المتاحه اللي احنا متفق عليها كاوبريشن مانجمنت اللي هو اداره التشغيل واداره الصيانه وتكلفه الاهلاكات بتاعته والطاقه واستخداماتها وقطع الغيار ومين الاوبريتورز اللي بيديروها في بعض الحاجات والليبر بتاعه التصنيع. من هنا بدانا نتكلم فيها استفادات بقى عمليه السبلاي تشين السابقه وعمليات الاوبريشن والتسعير والبلاننج. بدا ان الزي بيلدر بقى بينجكت على طول البيانات بتاعته كلها بدون ادخال، بدون اعاده مجهود مره اخرى، لان خلاص اوريدي البيانات تم ادخالها مره واحده، فالموضوع بيتجه بشكل افضل. بخلاف هذا برضو فكرة الهاند اوفر ان احنا بنقدر ننتجريت مع حجم سوفت وير كتير قوي، فبنسحب منه كل البيانات المتاحة اللي تقدر تفيد الفاسيليتي مانجمنت او تشغيل اللي انا بقدر اشتغله، حتى البلاننج زي مايكروسوفت بروجكت واوراكل بريمافيرا. فكرة الدي ام اس وان انا اقدر اسدف من الاول خالص الفولدر ستراكشر بتاعي، وده تبع انهي element وده تبع انهي اسيت وده تبع انهي زون في الزونز بتاعتي، واشوف السكيورتي بتاعتها عشان نقدر نشتغل عليها، واقدر اكومنت عليها واعلق لايا كان من له السماحيه للوصول هنا بالدوكيمنت بالدروينج بالارشتكت باي فيرجن اللي حاصل عليها. طبعا مع الفيونج بتاعي ما انا بقيت شايف الدوكيمنتس بتاعتي كلها متستفه وكلها ريليتد بالاليمنتس وريليتد، وكلها اللي رفعها هو الستيك هولدر بتاعه اللي هو ايا كان الفندور او الاستشاري اللي رفع لي المواصفات نفسها او السب كونتراكتور اللي دخل معايا في التستنج والكوميشننج بتاعتها، كلها بتبقى مربوطه في مكان واحد ومربوطه بالشخص اللي اضافها ومربوطه بالاليمنت بتاعتها، فاصبح الحجم البيانات نفسه انكلودد فيها بشكل قوي. ثم بتيجي مرحله ان انا الاكويبمنت الوكيشن في الزونز بتاعتي عشان اقدر اتابعها. هنا بداية بقى استخدام انا كراجل مهندس فاسيليتي، بقيت مش محتاج افتكر هو اصل السيريال نمبر بتاعه كان كذا، كان رقمه فين، او ده اللي استخدامه. لا، اصبح الموضوع وانا شايف البيم موديل اون ريال كيس زي ما احنا بنتكلم فيها، بقدر اكليك عليه، بقدر اعمل عليه امر شغل مربوط على الاليمنت او الاسيت اللي احنا شايفينه ده، فاصبح قدرتي انا كمهندس تشغيل وايه الحاجات اللي عملتها شايفها فيجوالي اوريدي، واللي هو زي ما بنقوله كده باضعف الايمان لو مش هستخدم الاي ار ومش هستخدم الفي ار، فانا بستخدم البيم از موديلنج بالنسبه لي، فبقدر اتريس كل الاسيتس اللي موجوده عندي بالبيانات الكتير قوي اللي متخزنه فيها واخر مره عملت عليها صيانه. اصبح الموضوع ده كله متاح على كلاود فيرجن، مش محتاج له اجيب له جهاز غالي التكلفة بلايسنس غالية التكلفة، لا، أصبح الموضوع ماتشد معايا بشكل قوي. من هنا نفس الحكاية، إن الزي بيلدر بيقدر ينجكت البيم موديل بتاعي وهو رابط كل أوامر التشغيل وأوامر الصيانة اللي موجودة عندي. هنا نفس الحكاية في البرودكتيف مينتنانس، الدوكيومنتس اللي تم رفعها من سواء الاستشاري كسبكس أو من المورد كفندور او براند داتا شيت بالنسبه لي، فاصبحت يتم انجكتها في البيانات بتاعتي كريبير ريكويست او في المينتنس ديتيل اللي بقت موجوده عندي. طبعا فكره الربط ما بين السي ام ام اس وما بين الاي بي دي من ناحيه، او اللي هو المينتنس مانجمنت سيستم من ناحيه،
وما بين الناحيه الثانيه بالبم. زي ما حضراتكم شفتوا الموضوع انتقل للاير ثانيه خالص وخطوات ثانيه خالص. خلاص بنسبه 80% شركات كتير قوي بالذات تحديدا في انجلترا واوروبا، يمكن اكتر شويه في فكره الفاسيليتي مانجمنت واستخدامها، لان هم وجدوا بدراسه صغيره جدا السنه اللي فاتت ان هم عندهم ما لا يقل كفاسيليتي مانجمنت ماركت بنتكلم في ما يقرب من 250 مليار يورو. ده حجم الفاسيليتي مانجمنت الموجوده في يوروب طبعا اللي تم قياسها فيها. ف 250 مليار يورو عايزين يدوروها في السنه بأي مشكلة بتحصل فيها بتبقى بتسبب لهم مشاكل كتير جدا وبتسبب لهم أذى كبير قوي. فأصبح إن الترمينولوجي بتاعة استخدامات فعلا السي ام ام اس مع البم مع الفي ار مع الاي ار عشان أقلل الداون تايم زي ما بيسموها أو فترات التوقف، أقلل البريكس اللي بتحصل نتيجة الأعطال الغير مسجلة، نتيجة الأخطاء البشرية، نتيجة الفصل المعلوماتي. فأصبح خلاص من 2016 فعلا من الجلوبال كونستراكشن ريبورت اللي احنا بنتكلم عليه بقى في أكتر من 80% من الميجا بروجكتس أز فاسيليتي أز أوبريشن بقوا بيستخدموا البم مع السي ام اس مع الاي بي دي مع التكنولوجي بقى اللي هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي فكره الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز زي ما احنا هنتكلم عليها. ده منظر بسيط جدا لمبنى بالفعل سكيماتيك ان هو ازاي بقدر اركبها. يمكن زي ما عرفت حضراتكم او اتكلمنا سريعا هي ايه فكره الاي او تي. هي فكره جديده؟ لا هي مش فكره جديده، هي فكره قديمه قدم الازل من اقسام اتصالات واقسام الكترونكس فيها. ويمكن انا فخور ان انا التسعيناتي فعدت عليا الاقسام دي كلها الى ان وصلنا للميجاترونكس. الفارق الشديد ويمكن لما كنا بنشتغل حتى على الارض زي ما بيقولوا وازاي نقدر نربط ما بين المصانع كوحدات انتاجيه وما بين غرفه التحكم بتاعتها وبالذات في محطات الكهرباء فيها كنا بنستخدم وايرد كوميونيكيشنز وبالسكادا وبالبي ام سي كوميونيكيشنز وبأي كانت الطريقه. الفكره اللي تمت اضافتها فعلا وانتجت ما يسمى بالاي او تي هي فكره الكونكتيفيتي، ان انا عليت من الموضوع يبقى وايرد يبقى وايرلس باستخدام واي فاي سيجنال باستخدام زيجبي باستخدام الجي اس ام كوميونيكيشن. اللاير بس بتاعه الكوميونيكيشن دي اطلقت العنان لكل فكره السنسورز ان انا اقدر هنشوفها دلوقتي ان انا اقدر اقيس التمبريتشر بتاع اي مكان، اقيس الهيوميديتي، اقيس الاير كواليتي، اقيس اللايتنج حتى الدنيا منوره ولا طافيه، لدرجه اقيس حتى الاكيوبنسي لو انا عندي اوضه في المبنى بتاعي عايز اديتكت هي فاضيه ولا مليانه والموشن سنسورز واول ما ابتدي اتحرك النور يبتدي ينور. الافكار دي كلها ظهرت بس من نتيجه السنسورز دي كلها كانت من قديم الازل، وان كان بدا استخداماتها ونتيجه الكوميونيكيشن بتاعتها وهو خلافه هي اللي بدات تزيد قوي، فبدات بالفعل يستخدم في الاي او تي بشكل قوي جدا. والحمد لله ZBuilder كان من اوائل النظم الكلاود واللي فيها بام واللي بدانا ننتجريت فيها من 2017 مع فكره اللايرز الاخرى من الاي او تي ككوميونيكيشن، لان الوضع بقى محتاج بالفعل المرحله اللي هنتكلم فيها. طبعا البنفيتس هنتحدث كاي او تي بنفيتس الى ما لا نهايه. افشنسي الداتا كلها بقت بتجيلي لو انا بتكلم على مهندس موقع في محطه كهرباء او في مصنع او في مول حتى عندي غرفه الشجرات وغرفه الكنترول بتاعت الكهرباء والكلام ده كله. لا اصبح الموضوع بالنسبه لي بيجيلي كل المعلومات اللي انا عايزها من الارياز اللي احنا اتكلمنا فيها سابقا هنا بتجيلي كلها اوتوماتيك بدون توصيلات معقده وبدون لا ده الكوميونيكيشن قطعت. فاصبح بتزود لي فعلا الافشنسي، بتزود لي البرودكتيفيتي لا قدر الله في مشكله حصلت فبقدر اتجنبها على طول، بتزود لي البروفيتابيلتي لانها بتقلل لي التكاليف اللي فيها. وهنا ده مثال برضو باستخدام الاي او تي مع البيم، لان انا صراحه من عشاق البيم من بدايات الالفينات من قبل ما حتى اوتوديسك تشتريه، فلهذا كان ادخال البيم فيها كان مهم قوي. كل النظم ما قبل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده كلها كانت نظم حصلت مشكله بطلع شاشه صماء ما فيش فيها
اي شكل من الفيجواليزيشن او 3 دي الحق فيه مشكله كهرباء، فيه مشكله هنا. استخدامنا للبم مع الفاسيليتي مع الاي او تي كمان والادخال اللي بقى موجود عندنا هنا، اصبح ان انا في اي مشكله انا بقدر ايدنتيفاي للفاسيليتي مانجمنت وهو قاعد على مكتبه هي المشكله فين قبل ما ينزل لها اصلا. فبالتالي بقى بيقدر ياخد القرار، مش القرار بس على رساله صماء، لا ده باستخدام المعده تحديدا الفيجوالي اللي هو شايفها، لان خلاص المشكله حصلت في انتيتي جايه لي من اي او تي سنسور معين، مربوط الاي او تي سنسور ده على بم اليمنت بعينه، فاصبح الموضوع بالنسبه لي لا شيء. هي النقطه فيها فعلا ان انا بقيت بوري له ان كانت المشكله فيجوالي فيها، وطبعا باستخدامات الاي ار والفي ار الموضوع هيبقى عدى كمان السماحيه بتاعته. طبعا بقدر اتريس كل الداتا اون ريال تايم كيس، مش هنتكلم بقى بيانات عقبال ما بتتنقل والكلام ده كله، فبقدر اكومنيكيت فيها بشكل قوي. سريعا هنا انا يعني هنتكلم مع بعضينا سريعا، هو ازاي اقدر ابني اي او تي سيستم لفاسيليتي. هم ثلاثه لاير لا اكثر ولا اقل. لاير الديفايس نفسه اللي هو السنسور بتاعي او الاكتويتر اللي هو زي الريلي زي ما احنا بنسميه، لو حصل اوفرلود افصل الكهرباء، لو حصل بريشر زياده اعمل ليكج فالف الناحيه الثانيه، البروسيسنج والداتا ستورج والكنترول كلها دي الجزء السنسورز والاكتويترز الموجود عندي. لازم يبقى فيه كونكتيفيتي لاير اللي احنا كنا بنتكلم عليها، سواء وايرد زي السكادا سيستم والبي ال سي كنترول سيستم وخلافه، او باستخدام زي ما كنا بنتكلم فيها از وايرلس على استخدام الواي فاي او استخدام الجي اس ام او استخدام الزيجبي بروتوكول. ثم في الاخر لازم اللاير بتاعه الكلاود انفراستراكشر اللي هو بالنسبه لنا هنا بنستخدمه في النص ما بين الكونكتيفيتي لاير وما بين الابلكيشن لاير اللي هو زي بلدر، اللي هو السيرفر اللي فاهم كل البيانات دي كلها وعارف يستفها مع بعضها وعارف يفيجواليزها بشكل او اخر وبيقدر يستورها في السيستم بتاعه. يمكن هنا دي سامبلز سريعه لاحدى المشاريع اللي احنا فعلا اشتغلنا فيها، السنسورز كانت من الشركات الشقيقه العربيه اسمها فات لاب، والسويدي مجموعه السويدي صراحه في مصر برضو عندها قطاع ار ان دي في الاي او تي يعني لا تحسد عليه يعني، وثم برضو احدى الشركات الشقيقه بالنسبه لنا في فكره الاكسس نتورك والكونكتيفيتي والديفايس اللي هي جات تك. ويمكن هنلاحظ ان احنا بنحاول نبني سوليوشن كامل للناس كلها بنطاقات عربيه في اقل ما يكون. ثم اخر حاجه هنا ده سامبل بجد للسنسورز وازاي بيخش على الهاد او زي ما بنسميها الشاشه الالكترونيك، ثم البيانات كلها بتتبعت عن طريق الواي فاي. الاي او تي بارتنرز اللي احنا بنتكلم عليهم وبنريكومندهم سواء انتل اي او تي جيت وايز السويدي فاب لاب، فيها دي احدى المشاريع اللي فعلا بدانا نطبق فيها استخدامات الاي او تي مع البم مع الاي بي دي مع هنا في مصر وفي الشرق الاوسط. ثم في النهايه عارف ان صدعتكم في خلال الوقت ده، وان كنت بحاول احافظ ان ما يبقاش الموضوع صراحه زهق بالنسبه لكم، لان كل موضوع فيهم ممكن فعلا ناخد فيه سيشنز كتير قوي، بس كان الهدف الاساسي احنا بنفرد كل الترمينولوجيز المتاحه لينا كفاسيليتي مانجمنت، استخدامات البم مع الفاسيليتي مانجمنت، استخدامات الاي بي دي مع البم، الاي او تي بيفرق معايا في ايه، بحيث ان السيشن دي تبقى هي السيشن الفاتحه لينا جميعا لتبادل المعلومات. انا ما بقولش ان اللي احنا بنقوله ده اصلا احسن حاجه، في ناس ما شاء الله محترفه عني انا شخصيا وعن المجموعه بتاعتنا كلها كازين بندر في الجزئيات بتاعتها وفي الموضوع كله، وان كان الهدف فعلا الرئيسي هو نقاش الحلول المقترحه كلها، لان كل واحد فينا بيبقى عنده بيزد على خبرته وبيزد على مشاريعه افاده لينا كلنا. فعشان كده حاولت اخلي الموضوع بس مركز مش تفصيلي بشكل كبير قوي، وان كان بنقدر نحاول نهايلايت فيه مع بعض الثلاثه ايرياز اللي بنتكلم فيها، اللي هو استخدامات البم كفاسيليتي، استخدامات الفاسيليتي مع الاي او تي، استخدامات البم مع السي ام ام اس فيها. ودلوقتي ابقى سعيد لو حبيت اسمع الاسئله من عند حضراتكم. شكرا دكتور.
جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك. في مهندس محمود عبد الرازق، اتفضل يا باشمهندس محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيبين يا دكتور. لو سمحت حضرتك، هو دلوقتي الـ FM مثلا في صناعات الإنشاءات أو اللي هي الخرسانات يعني والستيل والكلام ده، يدخل في الموضوع ده يعني، ولا هي شغل الكهروميكانيك مثلا، ولا يعني لها علاقة أكتر في الشغل الكهروميكانيك والمحطات كده يعني؟ تمام. طبعا فكرة الفاسيليتي مانجمنت، لو انا سمعت مع حضرتك صح، فكرة الفاسيليتي مانجمنت لا هي مالهاش علاقة بالمحطات اصلا. فكرتها ان هي ممكن تبتدي من المولات بحجم الام اي بي اللي موجود فيها تحتها، فكرتها ان هي ممكن تبقى موجودة في المباني الاندستريال بشكل كبير قوي، فكرتها ان هي ممكن تستخدم في المباني حتى ريزيدنشال، بس نقول العملاقه اللي فيها تكييف مركزي وفيها فاير فايتنج كاوتيلات وخلافه. ثم في النهايه فعلا فكره المحطات زي ما حضرتك بتقول اكثر تعقيدا، وان كان خلاص بفكر الفاسيلتي مانجمنت، لا ال 250 مليار يورو اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في اوروبا من شويه، دول مش كلهم محطات كهرباء اصلا، دول كلهم في مولات، في مصانع، في مستشفيات، في مباني انشائيه بشكل كبير قوي. بس لا ارجو يعني وضحت السؤال. يعني هي تعتبر اقرب للام اي بي يعني. بالظبط ده يعني بنسبه كبيره قوي. لان هي فكره ان انا بصين المبنى بتاعي غالبا، احنا يعني غالبيتنا مهندسين مدني وعماره، عارفين الخرسانه ما بتصينش غير كل فين وفين الا لا قدر الله لو حصل فيها مشكله. لكن فكره الام اي بي كشلرات، كفاير فايتنج، كبمبات، ككمبريسورز، كلوح كهرباء، الكلام ده كله هو اللي بيبقى محتاج مني فعلا صيانه، مش هنقول صيانه شهريه، ممكن توصل ان هي صيانه يوميه واسبوعيه. فهي مركز اكتر كفكره فاسيلتي مانجمنت اصلا، بعيدا عن اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، مركزه اكتر فعلا زي ما حضرتك بتقول على الام اي بي. طب هي ممكن تبقى لها علاقه بالريبير، شغل الريبير للمنشات مثلا؟ بمعنى يعني المنشات مثلا في شغل الريبير مثلا اللي هي اعمال الترميم والتدعيم للمنشات، ممكن تشارك في الموضوع ده يعني؟ يبقى لها يعني لها يعني تخدم في الموضوع ده؟ شوية لا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي صراحة فكر الفاسيليتي مانجمنت والادارات الصيانة دي، الترميم ليه افكار تانية شوية، ان انا هي اعادة الحسابات واعادة التصميمات بتاعتها والكلام ده كله، فما بيبقاش داخل فيه هنا شوية. مش داخل فيها ان انا عايز اصين المبنى بتاعي او احط له كوركتيف بلان او بريدكتيف بلان صيانات مستقبليه، فاهمين لي؟ لا ما بتبقاش بالشكل الواضح زي ما بيقولوا. وان كان لا، في فعلا برامج صيانه للانشاءات كخرسانه وتغيير الواجهات والكلام ده كله، بس ما بيبقاش داخل فيها التفاصيل بتاعتنا اللي بنتكلم فيها هنا كفاسيلتي مانجمنت. تمام؟ تمام. شكرا لحضرتك. تحت امرك. هل هناك سؤال آخر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشكرين جدا يا دكتور محمد على المحاضرة الرائعة دي، كتر خيرك. جزاك الله على كل خير يا باشمهندس. الله يخليك يا دكتور. تحت أمرك. الله يحفظك. حضرتك لو اتكرمت، أنا دلوقتي أنا عندي مكتب بيم مانجمنت موجود في مصر، وفي كان أحد المشاريع كان مطلوب فيه الفاسيلتي مانجمنت. تمام؟ فانا كان عندي حيره في امري، هل انا اطبق الفاسيلتي مانجمنت ديت في برامج البيم الطبيعيه، ولا اخش على الزي بيلدر مره واحده؟ وهل امكانيه التعامل بعد كده مع المالك او الاونر بعد كده، بعد ما اسلمه البروجكت، هل هو في مثلا اقدم له السوفت وير ده هو هيشتغل عليه بكونتراكت معين، ولا اعمل له مثلا تريننج، ولا يعني طبيعه العمل بعد الهاند اوفر بالنسبه للكلاينت او للاون بروجكت؟ لو انا بسلمه البروجكت، انا دلوقتي ككونسلتنت انا عملت له التاسك وسلمته وعملت له هاند اوفر البروجكت، ايه المطلوب بعد كده ان انا اعمله معاه في الزي بيلدر تحديدا؟
تمام مدام، زي ما حضرتك بتقول، حضرتك كونسلتنت وبيم ما شاء الله، بيم اوفيس موجود فيها، فبالتالي انت كل اللي بيحصل فيه ان انت مع كل الديزاينز بدل ما ببعتها له لوحه ببعتها له الكلام ده كله برفعها على الاكونت بتاع المشروع بتاعه هو. كل اللي بيحصل فيها انا لو داخل كاستشاري انا اللي بحط السبيكس، فبرفع السبيكس وبتبقى مربوطه بشكل اوتوميتد مع الاليمنتس بتاعتها. الجنرال كونتراكتور بيتم بشكل او باخر، لو انا اللي بتابع التنفيذ بتاعي، ما تعملش اي عمليه شراء للبنود اللي موجوده عندي كسبكس غير لما بتسجل هو مين المورد ومين المواصفات بتاعتها. الكام خطوه دول واثناء التشغيل جاست ان حضرتك قفلت المشروع، مش بتحتاج تعمل هاند اوفر. هو الاونر نفسه اللي يجي بعد كده، ان هو بيبقى متابع معانا المشروع من اوله، فبيقدر يبقى شايف كل البيانات بكل الفندرز اللي موجوده بكل الدوكيومنتس متستفها بالنسبه له كاستراكشر فولدر على الاليمنتس بتاعه حضرتك اللي هي البم اليمنتس اللي فيها. فيصبح الموضوع بالنسبه له اصبح داتا ستورج هو محتاج يشتغل بيها كاوبريشنال او فاسيليتي مانجمنت فيما بعد. هذا بيبقى ده مشروعه وبيقدر يكمل فيه بسبسكريبشن شهري او سنوي، يعني زي ما بيقولوا سواء شهري او سنوي يشهر فيها مره، يقدر يكولكت فيها كل البيانات بتاعته اللي حضرتك قعدت تبنيها معاه انت كاستشاري ديزاين او استشاري بم او حتى استشاري معاون يعني مساعد للمالك. فهو بالنسبه لي خلاص هي الداتا جاهزه. هو فعلا ده حصل يا دكتور محمد. تمام. هو ده فعلا حصل لحضرتك، ان احنا ستفنا له كل السبيكس وستفنا له كل الايتمز موجود على البلاتفورم. بس هو ده، هل مطلوب مني انا ككونسلتنت ان انا اخش معاه في كونتراكت جديد لونج تيرم مثلا، على اساس ان في مينتنس او في خطط الصيانه اللي موجوده للفاسيلتي ده؟ انا بكتفي بس ان انا اوريه له يقدر يشتغل بقى مانجمنت براحته، يعني هي بس الفكره في كده. وهل انا هحتفظ بحاجه زي كده عندي في السيستم ولا اتس اوكي ده انا سلمته وعملت له هاند اوفر فالبروجكت كده اوريدي هاند اوفر؟ تمام. فهمني يا دكتور؟ لا انا فاهم قصد حضرتك طبعا. التركه اللي فيها لو هو كمبنى بشكل او باخر، اكيد زي ما المباني اللي هو مدرسه فيه. هو مشروع مدرسه يا دكتور محمد. تمام ماشي. لو هو مشروع مدرسه فهو عنده حجم الام اي بي المعقد اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هيجيب له فعلا شركه فاسيليتي مانجمنت تدور له المبنى بتاعه، او هو هيدوره باداره من الادارات اللي موجوده عنده، فلازم ساعتها زي ما حضرتك بتقول انا بخش معاه بعقد طويل الاجل يجدد سنويا بشكل او باخر، ان انا باشرف له كاستشاري معايا بالسيستم بتاعي ده على اي مكانه المشاكل اللي فيها، ويبقى هو الافراد او الاداره او الشركه اللي جايه معايا هي افراد تنفيذيه فقط لا غير. لان يمكن زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك من شويه، ان وجود الديزاينر او الكونسلتنت بتاعي اللي بنى معايا الموضوع يستمر، حتى الطبيعي مش بنتكلم اللي احنا بنعمله، الطبيعي ان هو يستمر معايا طول فتره حتى التشغيل. لا قدر الله في مشكله حصلت، لا قدر الله في ديزاين محتاج يتغير، الكلام ده كله بيبقى اقل تكلفه عن مرحله الديزاين. احنا بنتكلم تقريبا سنه بعد بالظبط، مينيمم سنه. تمام، سنه بعد الهاند اوفر. بالظبط سنه بعد الهاند اوفر. بالظبط سنه بعد الهاند اوفر ده اقل واجب. الو انا سامع حضرتك، حضرتك سامعني؟ تمام. طب انا سامعك يا دكتور، اتفضل. سامع حضرتك. تمام. بس فهي بيبقى مينيمم فعلا فضل. سنه ما بعد الهاند اوفر على اساس نستين علاقه حضرتك، وده طبعا بتدينا احنا سماحيات كتير قوي ككونسلتنت في المشروع، ان احنا بدل ما احنا بنمشي وبنسلمنا المشروع، لا والله اصل الديزاينر عمل كذا غلط، لا انا ما عملتش حاجه غلط، هي بس فكر مختلف، فبالتالي انا بقدر اتابع معاه الى ان خلاص السيستم هاندلد ولمده سنه بحالها، الداتا كلها بتبقى معاه هو وكده. هو عايز يكمل وشايف الافاده بالنسبه لي ككونسلتنت معاه في خلال السنه دي، خلاص ده بيبقى كونسلتنت او كونسلتيشن فيز بسيطه جدا بالنسبه له، وبيقدر يكمل فيها التشغيل معاه.
تمام يا دكتور محمد، تمام. انا متشكر جدا لحضرتك. تحت امرك، تحت امرك. انا استاذنك بس يا دكتور ان انا اتواصل بعد مع حضرتك بعد المحاضره اذا تقدر. لو ياذن ليا الباشمهندس عمر باشا. الله يحفظك، شكرا افضل لك. متشكر جدا يا دكتور، متشكر جدا. مع السلامه يا دكتور. الف مع السلامه. هل هناك سؤال اخر؟ في سؤال هو باشمهندس خالد. اهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك يا رب. السلام عليكم باشمهندس خالد، اشكرك جدا على المحاضره. انا كان بس عندي سؤال على بالنسبه للمحاضره اللي فاتت، كانت بخصوص الاف ام. برضو كان المطلوب مننا في الاف ام ان هو بعد ما بندخل الداتا على الريفت كان بنعمل لينك لبرامج تانية زي الاركي باس. تمام. فهو السؤال بقى، هل لو احنا دخلنا الداتا دلوقتي على الزي بيلدر هل ينفع بعد كده الكلاينت يطلع الداتا ديت ويعمل لها لينك مع الابلكيشنز التانية؟ بنسبة 99.9. ليه؟ لأن الداتا بتبقى ستورد بشكل ستراكشرد، فما فيش فيها أي مشكلة للإكسبورتينج. هو بيبقى فارق أي أبليكيشن آخر هو عايز الداتا بتاعته شكلها عامل إزاي. لكن هي بالنسبة لنا أي كانت الداتا اللي دخلت، أي كان اللينك اللي حصل، لأن هي مش منص خالد. المشكلة ما بتبقاش في الداتا. الداتا أنا ممكن أجيب لحضرتك هارد ديسك بالتيرا مليان ملفات ومليان داتا ما فيها. اللي بيحصل جوه زي بيلدر ان هو بيستف الحاجات دي كلها مع بعضها وبيعملها لينكينج مظبوط، زي ما احنا كنا بنتكلم بفكر الاي بي دي از بازل كنترول. فايا كان الابلكيشن الاخر اللي احنا لسه كنا بنتكلم حتى ان انا بقدر اسحب البيانات منه، انا بقدر اطلعها له بس بالشكل المنسق. هو بقى بيقدر يستوعب الداتا ستراكشر دي، اكيد بيقدر ياخدها عادي. لكن ايا كان الداتا اللي دخلت طبعا بنقدر نخرجها بسهوله شديده جدا. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. العفو، تحت امرك. شكرا استاذ احمد. السلام عليكم، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه دكتور، الله يعطيك العافيه مره ثانيه على المحاضرات الشيقه. الله يخليك. ما حكينا المره الماضيه، يعني هيك شرف كبير انه يكون في عندنا بلاتفورم خاصه بمنطقتنا العربيه. يعني الله يوفقك وياخذ بايدك انت والشباب يا رب. يعني كان عندي سؤال بس، اذا بدي اعمل لينك للستاندرز يلي مثل ايزو واللي عم تشتغل او عم تعتنى بالبيم، بقدر انا بسمي التشيت بيلدر كومن داتا انفيرمنت ولا راح يكون التسميه غلط أو محدودة؟ استاذنك الصوت قطع سنة واحدة. كان سؤالي انه اذا البلاتفورم او سيت بيلدر اذا بقدر بعتبره ككومن داتا انفيرمنت. بالضبط. يعني بالضبط. طيب، وفيها طيب عندكم او بالنسبة لتقديم مثلا مثل تمبلت مشان واحد يستخدمها بالاكسشنج ولا الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت، في شيء جاهز هيك من طرفكم؟ في حاجات بتبقى جاهزه بس يمكن احنا بنفضلها ان مش هقول كل مشروع، كل شركه بيبقى ليها الاجراء بتاعها او التستيمونيالز بتاعتها فهم بيفضلوها. لكن احنا بنعملها مع البارتنرز بتوعنا، يعني اللي هو لو ما فيش حاجه فعلا بتبقى جاهزه عنده احنا بنبروبوز عليه بعض التمبلتس اللي بنقدر نشتغل عليها واللي هو بتقدر تساعده بيزد على بنسميها best practice او احسن اللي تعاملنا معاه في المشاريع السابقه. فبنقدر نديها له بروبوزل لغايه ما بنوصل هو ايه الافضل بالنسبه للكيس بتاعته. لان للاسف في الجزئيه دي كل مشروع بكل مكان بكل دوله بالنتيجه زي ما حضرتك بتقول الاستمرايزيشن بتاعتها بنضطر نغير شويه في التمبلتس دي. لكن في اكزيست، في حاجات اكزيست من بروبوزل. طيب، شكرا جزيلا يا سيدي. العفو، تحت امرك. دكتور ابراهيم، تفضل. السلام عليكم يا دكتور محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا اسف دخلت متاخر لان كان عندي سيشنز مع سياده وزير الاتصالات برضه معانا دلوقتي في الموازي، بس انا خرجت منه عشان استفيد، بس الاستفاده جت في الاسئله. ربنا يخليك، تحت امرك. الله يبارك فيك. انا بس كان لي طلب، يعني كنت عاوز كيس ستادي على المحاضره بتاعت النهارده لو ترفعها بعد اذنك. كيس ستادي. تمام. دي ان شاء الله كده كده اعتقد باشمهندس عمر وباشمهندس محمد هيرفعوا الفيديو فيها كاملا وبتاعنا، وفي نفس الوقت لو عايزين اي تفاصيل الكونتاكت بتاعتي موجوده على الشاشه دلوقتي، فنقدر نجهز لحضراتكم
ايا كانت المعلومات المتاحه. تمام، ما فيش مشكله، كل الف خير. ويعني محاضره اصلا اساسا انا مستنيها، بس صراحه كمان انا عضو في جمعيه مهندسين مصريين بالمملكه هنا ورئيس مجلس اداره، فطبعا عندنا محاضره الان مع سياده الوزير علي محمود وزير الاتصالات السابق ووزير الاستشاري التنميه الاداريه، وطبعا كان بيتكلم برضو على الديجيتاليزيشن وعلى الانترنت اوف ثينجز، فطبعا انا الاثنين شغالين مع بعض في نفس الوقت. الله يكون في عون حضرتك. لا لا لا، يعني بص، بعد ان شاء الله بعد السيشن دي اخواتي في بيم اريبيا هيرفعوها، وهبقى سعيد ان حضرتك تتفرج عليها، وده التواصل بتاعي، وهبقى سعيد ان لو في اي حد حتى بعد السيشن دي نتواصلها مع بعض. صار شغال المهندس محمد ما شاء الله انت الاعلام، بس يعني دكتور كده ساعتك. الو الو، السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك سامعني؟ سامع. حضرتك، انا كان في شويه اسئله عندي كده، يا ريت لو حضرتك تقدر تساعدني فيهم، وحابب بس الاول اشكرك واشكر بيم اريبيا على المحاضره الممتازه دي، ويا ريت ما تبقاش اخر محاضره، اتمنى يعني. اول، انا بكلم حضرتك من خلفيه يمكن لها علاقه بالكلام اللي حضرتك بتتكلم بيه ده. انا كان عندي شويه مشاكل كانت واجهتني في الشغل اللي هو كان بيحاول يوصل للمستوى LOED 500 في البيم مودلز بتاعتنا، بحيث ان تبقى از بيلت ينفع الفاسيلتي مانجر بعد كده. كانت اول مشكله ما قبلنا هي الديت داتا اللي موجوده. يعني ايه اقصد بيه الديت داتا اللي موجوده؟ احنا عندنا حضرتك زي ما حضرتك عارف ان انا مفروض عشان خاطر اسلم الفاسيلتي مانجر بيم مودلز يقدر هو يستفاد بيها، لازم يكون جواها معلومات كتيره جدا، منها الكوبي، منها حاجات كتيره جدا تاني. المشكله الكبيره ان المعلومات دي فراجمنتد في اكتر من مكان، متوزعه على اكتر من مكان، في حاجات في ماتيريال سبميتال، في حاجات في الكونتراكت نفسه، في حاجات ممكن تكون حتى في ميتنج اتقالت في ميتنج. ف كل الانواع الانواع مصادر المعلومات دي كلها انا ما عنديش قدره ان انا استخرج منها بشكل اوتوماتيكي المعلومات منها، فده بياخد وقت كبير جدا جدا جدا. فاولا في ان انا اعمل فيريفيكيشن للكلام ده، اتاكد ان هو دخل مظبوط، واعمل له فاليديشن بعد كده. فكانت انا اول سؤال ليا ازاي انا اقدر احل مشكله الديت داتا دي اول حاجه. لو حضرتك يعني لو زي بلدر يقدر يساعدنا في حاجه زي كده. الحاجه الثانيه ان حتى الكوبي داتا اللي احنا كنا بندخلها جوه المودلز دي، احنا كنا في الغالب في 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 مجموعه تولز اوتو ديسك عاملاها مخصوص للموضوع ده، بس المشكله كلها ان احنا ما كانش في اداه بتقدر تعمل اوتوميشن للفاليديشن والفيريفيكيشن بتاع الكوبي داتا بتاعتك، فكان وارد جدا جدا ان يكون في حاجات غلط. تمام، فالحاجات الغلط دي بتعطل الدنيا وبترجع الشغل، وبتبقى في ريورك كبير جدا بيتعمل. الحاجه الثالثه، ده السؤال الثالث، ان ما فيش لحد دلوقتي عندنا information requirements واضحه على الفاسيلتي مانجرز نفسهم. يعني احنا ما فيش طريقه تقدر تقول والله ان المعلومات دي انت بتبقى دخلتها للموديل بتاعك وانت متاكد ان الفاسيلتي مانجر بعد كده هيقول لك انا عايز تضيف لي معلومات الفلانيه، او عايز المعلومه تكون في الصيغه الفلانيه، او في او بالديتيلز الفلانيه. فدي برضو مشكله، انا ما اعرفش انتوا هل انتوا واجهتوها وانتوا بتعملوا امبلمنتيشن لحاجه زي كده ولا لا. والحاجه الرابعه برضو اللي عايز اتكلم عنها، هل في امكان ان احنا نستخدم كيو ار كودز مع زي بيلدر ولا لا؟ برضو في حاجه تانية برضو كنت حاجتين تحديدا عايز اعليهم برضو تاني، هل ممكن نأد كاستم بارامترز للعنصر من العناصر بعد ما نكون بعتناه اصلا لزي بيلدر، ولا ده مش متاح؟ وبرضو كنت عايز اسمع هل في مثلا امكانيه ان احنا نعمل بريدكتيف مينتيننس من جوه الزي بيلدر، نعمله مانجمنت من جوه الزي بيلدر، ولا ده مش متاح؟ فدي كلها اسئله، انا عارف ان هي اسئله كتيره ممكن تاخد اصلا وقت اطول من اللي ممكن حضرتك تكون فاضي فيه، فلو حتى لو حضرتك مش هترد عليا فيها، يا ريت في مره تانية او بعد المحاضره حضرتك ممكن تبقى، لو حضرتك مش عندكش وقت يعني. هبقى سعيد في التواصل مع حضرتك على طول يا باشمهندس، هرد عليك سريعا برضو لنشر يعني المنفعه لينا جميعا، وبرضو تصحيح خطأي اذا كان في خطا فيها. طيب، كل اللي حضرتك بتقوله انا متفق مع حضرتك تماما، سواء في
داتا بيت او في حجم البيانات دي كلها او حتى من فاسيليتي مانجمنت ما بيطلبش مني الموضوع واضح. النقطه اللي فيها يمكن زي ما كنا بنقول الشاشه بالنسبه لي فاقدر اوريها لحضرتك منها هنا النقطه رقم كويس. اول نقطه احنا بنتكلم فيها دي عشان كده انا كنت بوضحها مع حضراتكم فكره ان انا بقى عندي الموضوع كله متستف ومتقسم على الفولدر بتاعي والمشروع والزون والتايب اللي انا بتكلم فيه وكمان مربوط في البيانات اللي جات لي من كل الفندرز والسب كونتراكتورز بتاعتي. احنا بنحاول نمشيها ايه ما لا يدرك كله لا يترك كله. بمعنى ايه؟ لو انا عندي دخل لي مواصفات وعندي ميتنج مينتس زي ما حضرتك بتقول داخله فيها فبنتكلم بالصدفه على بعض من الاليمنتس المتاحه وكمان قصه بالبراند بتاعي سواء شنايدر اي بي بي كارير او خلافه عشان اشتغل بيها. كل ده انا بقدر استفه بشكل او باخر بما اني معايا البيم موديل ومعايا الدي ام اس ستراكشر بتاعي اللي انا مقسمه بالشكل ده ومعايا حجم الدوكيمنت. فانا بقول ايه بقدر اريح نفسي لمرحله ايه؟ ان كل ما يتعلق بحط خطين بما يتعلق بالشيلر الفلاني اللي موجود عندي تحت دي كل الدوكيومنتس اللي بتتكلم عنه. عارف ان هو مش احسن حاجه وعارف ان هو مش افضل حاجه بس ده في حد ذاته ان انا جاست زي ما كنا بنتكلم فيها هنا في الادخال بتاع البيم زي ما كنا بنعملها هنا ان انا كل المعلومات جاست ان انا عملت كليك على الكمبريسور ده فتح لي كل ما يتعلق بيه. التعلق ده بقدر اربطه ببساطه وانا بدخل المعلومات هو الدوكيومنتس دي سواء انا كاستشاري او انا كفندر او انا كبراند او انا كمهندس تنفيذ مش محتاج كلكعه. ده انا بقول ده مربوط بس فيجوالي زي ما بيقولوا بالاليمنت ده فاصبح بالنسبه لي طول مرحله التشغيل مش محتاج مجهود عظيم عشان اقول هو السطر ده او الصفحه دي. لا انا محتاج بس حاجه لما سلم المشروع اقف اقول هو الكمبريسور ده فين كل ما يتعلق بيه. هلاقي طالع لي ميتنج مينتس طالع لي سبيكس جايه من استشاري طالع لي بس كلها تم ربطها على البيم موديل ده على مراحل. يعني مثلا المواصفات بتاعت الاستشاري دخلت معايا من الاول الميتنج مينتس دخلت اثناء مرحله الكونستراكشن الاس بيلت اول ما بدات اشتغل فيها الفندور اول ما طلبت منه ار اف كيو وبعت لي بري كواليفيكيشن والكلام ده كله بدا يبعتها لي. فهي حجم معلومات كتير قوي بس دخل كل واحد في مرحلته وعمليه ربطه بالاليمنت ده او بالزون او بالكاتيجوري دي اصبحت عمليه مبسطه فيجوالي ابييرد زي ما بيقولوا. اخر المشروع وحضرتك بتسلمه او حضرتك كفاسيليتي مانجمنت بتستلمه انت بقى عندك نقدر نقول ايه في فولدر بالطريقه البلدي بتاعتنا في فولدر على بعضه للاليمنت ده متستفه فيه كل البيانات بالتواريخ بتاعتها بمين اللي ضافها وخلافه. وبرجع باكد ده مش هنقول افضل ما يكون. انا بقى لو كفاسيليتي اوبريتور او فاسيليتي مانجر في الموضوع عايز ابتدي استلمها ابتدي اقسمها واوصل لاكيورسي بس حتى الاكيورسي دي انا من وجهه نظري لان زي ما حضراتكم كنت بتتكلم فيها بوصل للليفل ده اصلا انا يمكن المنظر اللي فعلا وريته لحضراتكم في البدايه اللي هو اللوح الكتير والفولدرز اللي بالعبيط والكلام ده كله دي كلها دي المشاريع بجد. ف ما لا يدرك كله لا يترك كله. قدرت احصر كل المواصفات والتفاصيل والمانيوالز والهاند اوفر وامر التوريد حتى وامر الاستلام بتاعها الاليمنت ده او بتاع الكمبريسور ده او بتاع الفاير فايتنج سيستم ده او خلافه في مكان ما سهل الوصول ليه ده من وجهه نظري الصغيره انجز ما لا يقل عن 60 70 80% من المجهود. ال 30% هتبقى اقدر اشتغلها بقى اثناء التشغيل نفسه. فده اول جزء بالنسبه للي علاقه بالديت ديت والكوبي ديت. الجزء اللي بعد كده طبعا فكره الكيو ار كود واستخدامها وان انا بقراها منه ده اساس الاي او تي اصلا. فكره ان انا بقدر اربط على طول من المخازن وابقى معلم على الاسيتس بتاعتي كلها او الماشينري اسيتس بتاعتي كلها بتاجز والتاجز دي سواء بكيو ار كود سواء بار اف اي دي سواء بان سي كود
والكوميونيكيشن على طول بهاند هي اللي تتبعت الناحيه الثانيه, وده احدى فعلا المشاريع اللي احنا كنا شغالين عليها الفتره اللي فاتت. فكره طبعا اضيف كاستم بارامتر انليميتد الداتا بتاعتنا زي ما بنقولها كده, الدفاتر دفاترنا والبيانات بتاعتنا, واقدر اضيف اي كاستم تايب سواء على كاتيجوري او فاميلي او اليمنت بعينه, وارجع اري فيزيت الموضوع, لان زي ما قلت لحضراتكم هو في الاخر زي ما لو لسه الشاشات باينه قدام حضراتكم كده, بقدر احط كل البارامترز والبروبرتي اللي احنا بنتكلم عليها. ده سريعا كده لو بنتكلم على فكره الداتا وترابطها, فكره الكيو ار كود, فكره الفاسيلتي مانجمنت ستاندرد. هرجع بس اوضح اخر نقطه فيها في الفاسيلتي مانجمنت ستاندرايزيشن او ايه الريكويرمنت بتاعته. طبعا اكيد غالبيه حضراتكم عارفين ان مثلا دبي ما بقاش او الامارات عموما ما بقاش فيها فكره اللوح, بقت بيم موديل لانها بتسلم الموضوع كفاسيلتي مانجمنت, وبدات تطلع بيها فعلا زي التقرير بتاع الاي اف ام اي في امريكا, ان هي بدات تطلع ستاندرايزيشن هو الفاسيلتي مانجمنت اللي هيستلم مين هيستلم ايه, ده كتاب بحاله, وبداوا يطلعوا له ستاندرد فعلا طرق الاستلام وايه البيست براكتس بالنسبه لها. فدي عارف ان هي في مصر والوطن العربي بشكل او باخر ممكن تكون ايشيو, بس خلاص الناس بدات تعرف تشوف هو صح فين وتمشي وراه, وكمان بوجود الستاندرد بتاع الاي اف ام اي الخاص بالبيم مع الفاسيلتي مانجمنت, اعتقد النقطه دي وذن 2 اور 3 ييرز هتختفي تماما. ارجو ان اكون رديت على حاجه من كل اسئله حضرتك, وبرضه هبقى سعيد بالتواصل مع حضرتك في اي وقت. تمام ماشي يا فندم. انا بس كان عندي سؤال اخير بس مفيش ريل تايم مونيتورنج اللي بيحصل للديفايسز اللي موجوده عندي, مفيش ده مش موجود لسه في زي بيلدر ولا موجود؟ لا موجود. موجود يعني موجود. اقدر لو انا حاطط سنسور ده مربوط بماشين معينه او مربوط بديفايسز معينه, اقدر اعرف الريل تايم ستاتس بتاعته في الوقت الحالي اللي موجود فيه دلوقتي بالظبط. يمكن طب هل بقدر ابلاي رولز على الداتا اللي جايه لي دي, ولا يعني مثلا لو انخفضت مثلا كفاءته مثلا ل 80% او 70% افصل, هل اقدر ابلاي رولز عادي يعني؟ سواء تابلاي رول اوف اليرت او تابلاي رول اوف اكتويتر, يعني لو ايه لو درجه الحراره زادت عن درجه كذا طلع اليرت, لما زادتش ما طلعش, او العكس اللي هو فكره الاوتوميشن اوف اكشن اللي هو لو لا ده ضغط الميه او ضغط الستيم وصل لكذا شغل الريلي رقم كذا, لان هو زي ما قلت لحضرتك هي الفكره ان زي بيلدر هو اللاير اوف اكسس اند كونكتيفيتي وذ ذا اندستريال داتا, هو بياخد البيانات دي ويرجع يردها على السنسورز والاكتويترز اللي موجوده معاه. تمام 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 تمام. شكر ليك جدا والله يا باشمهندس, شكر ليك جدا عمر. جدا والبيم اريبيا, ويا رب تبقاش اخر مره حضرتك تدينا فيها محاضره. يا مسهل ربنا يخليك, وانا بس سعيد دايما بالتواصل مع حضرتك ومع اكيد اخوك. اكيد تمام. شكرا جزيلا. شكرا الف شكر حضرتك دكتور. هل في اي حد عنده اسئله ثاني؟ تمام يا دكتور, الحمد لله مفيش اسئله ثاني ان شاء الله. الو استاذ محمد اشرف؟ لا هو تقريبا خلاص الحمد لله تمام.